ولمناقشة واقع التعليم في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي والمتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان العاني. دكتور سلوان، مرحبا بكم. يعني المواطنون مستاؤون من استمرار تردي الواقع التربوي والتعليمي في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، لكن بداية كيف ترون أوضاع التعليم في العراق الآن دكتور؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نبدأ بأنه العراقيون يتحسرون على أحوال المدارس الحكومية، ونجدهم يقارنون ذلك بما موجود قبل الغزو في 2003. وطبعا هذا أكدت تقارير عالمية، منها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يسمى دافوس في عام 2016، من أن العراق من معايير جودة التعليم. طبعا يعزى السبب الأول والأساس هو الفساد الحكومي في تدهور التعليم، وهذا الكلام هو بتصنيف منظمة الشفافية الدولية التي وضعت العراق ضمن المرتبة الثامنة بين أكثر الدول أو البلدان فسادا في العالم. قبل 2003 كانت الحكومة تفتح أو تسمح بفتح رياض أطفال وكليات خاصة فقط، وتستثني إعطاء أي موافقات على مدارس خاصة للمدارس الابتدائية والثانوية بسبب الحفاظ على جودة التعليم. لكن نلاحظ ما بعد 2003 ازدهرت الكليات المدارس الثانوية والابتدائية الخاصة، وصل عددها إلى 600 مدرسة. هذا يعني أنه المدارس الحكومية قد أصابها التدهور. دكتور، يعني ظهور مدارس أهلية هل تعتبرها حالة صحية؟ المدارس الأهلية عندما يكون لديك مدارس حكومية كفوءة يجب أن يكون هناك مجال لفتح مدارس بعض ذوي الدخل العالي، لكن المواطن الاعتيادي ليس لديه إمكانية أن يدخل أولاده في مدارس خاصة إلا إذا كان قد يأس من المدارس الحكومية التي لا تعطي نتيجة نوعية لأبنائهم. والتعليم كما تعرف مار كل المجتمع، يستثمر أقول المجتمع والأبناء في اتجاه تعليم صحيح. لكن دكتور أستثمر وجودك والوقت يعني أدركنا نوعا ما، لكن يعني الحكومة في بغداد دائما ما تتحدث عن تطوير وتحديث للعملية التربوية والتعليمية. وين التطوير إذا إحنا بحاجة، وهذا الكلام هي قرارة الوزارة، 10,000 مدرسة جديدة. المدارس الموجودة الآن مكدسة بالطلاب وتفتقر إلى أبسط الحاجات الإنسانية. أنا ما راح أقول لك على ماذا تحتوي المدارس الحديثة في العالم، يعني هذه ما راح أتكلم بها لأنه بعيدة عنا. اليوم مطلوب من الدولة أن تصرف وتنفق على التعليم بشكل واسع، لأن هذا هو الطريق الصحيح إلى البناء. الطلبة بدأوا يتركون المدارس بسبب فترة من فترات الحروب وأعمال عنف، وبفترة احتياج أهاليهم لمصاريف، بما يضطر الطفل أو أن يتجه نحو أن يعيش أو يصرف على أهله. الحقيقة احنا نسمع مع بعض الأحيان تصريحات من وزارة التربية أنه تتفق على بناء 74 مدرسة بتمويل الصندوق الكويتي للتنمية، وهنالك أيضا تعاون من اليونسكو ودول عربية خليجية لبناء أو لمساهمة في إعادة بناء التعليم في العراق. لكن أين دورنا احنا؟ أين دور الدولة؟ أين دور التعليم اللي يفترض أن يكون العراق الآن في أعلى قمة لعطاء وفي دكتور العلمي والتقني؟ من الدوحة الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان العاني، شكرا جزيلا لكم.